السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. صباح الخير عليكم جميعا ويوم أحد سعيد يا ربي. هذا الفيديو سي بوغ سيزيام اني بريمير داكوغ، سادس ابتدائي. اليوم غادي نشوفوا واحد النموذج ديال اللغة الفرنسية للسنة الماضية. D'accord. Donc je mène région Marrakech, Safi. D'accord. Donc jihad Marrakech ou Asfi. نبداو على بركة الله. دونك لاحظوا معايا مزيان كيفاش كتحط الوريقة. كتكتب هنا لو نون ديالك، لو برينون ديالك، لو نون دو ليكزام، هذاك الرقم ديال الامتحان ضروري خاصكم تكونوا عارفينو. فوالا فوالا. دونك هنايا لا لو كوريكتور او لا كوريكتريس، يعني المصحح او المصححة، وسيناتور ديالو. هذه لا نوت على 40 وهذه لا نوت على 10. دونك هاد الخانات هادو ماشي نتوما اللي كتعمروهم. Examen normalisé provincial éclimé pour l'obtention du certificat d'études primaires. أول حاجة بحال دائما إلى لاحظتوا أن الورقة كي تشابهو داكور، ماشي من ناحية لو تام أو لو تارم، ولكن نفس الترتيب ديال الأسئلة وهذا كيكونوا بحال بحال. دونك بالنسبه للامتحان ديال الفرنسيه دائما كنبداو بواحد النص لو تيكست، واخا نقراوه ونجاوبوا عليه. دونك قالك بور فير فاس او بروبليم انرجيتيك مونديال، داكور، بازي سور لي كومبوستيبل فوسيل. لي كومبوستيبل فوسيل، لي كومبوستيبل هما المحروقات او لا الوقود الحفاري. لي كومبوستيبل فوسيل، الحفاري، الحفاريات. اسوسي على مناس، الخطر دو شانجمون كليماتيك، تغيرات المناخيه. نو دوفون تروفي، خاصنا نلقاو دي سوليوشن، حلول انوفونت، يعني حديثه او لا معاصره او لا متطوره مناسبه دون لو سيكتور، في المجال ديالاش دو لينيرجي، ديال الطاقه. اي ادوبتي، وخاصها تكون مناسبه ليا، دي مود دو كونسوماسيون، استهلاك ريسبونسابل دون لي بيي ديفلوبي، يعني الاستهلاك المسؤوله اللي كتكون في الدول المتقدمه. Avec l'évolution de la technologie, يعني مع تطور التكنولوجيا, les villes économiques, écologiques sont de plus en plus nombreuses dans le monde. يعني les villes écologiques, يعني المدن الإيكولوجية، كاينين بزاف في عبر العالم. Ces villes ont plus d'avantages. هاد المدن هادو عندهم بزاف ديال الإيجابيات. Elles ont des infrastructures، يعني عندهم بنيات تحتية، avec des installations économisant l'eau، بهذا بانستالاسيون اللي كيحافظوا ليا على الماء. Des murs isolés، جدران عازلة. Des fenêtres à double vitrage، بنوافذ لي الزاج ديالهم دوبل. دي توا اي دي مور سولير، اسطح وجدران شمسيه. ainsi que des stations locales de protection de l'énergie، كنلقاو فيها كذلك محطات محليه لانتاج الطاقه. alors on réduit les émissions، يعني كنقلصوا les émissions polluante، يعني الانبعاثات الملوثة. اي اون ريبون، وكنستجبوا على دوموند انرجيتيك ايليفي، وكنستجبوا للطلب ديال الطاقة المرتفع. مزيان. دونك كومبريونسيون دو ليكري، بحال دائما شحال عليه من نقطة؟ 15 نقطة. دونك 15 بوان. مزيان. بوميير كاستيون، عندي ان بوان اي دمي. Complète le tableau suivant. أتمم الجدول الثاني. Donc nombre de paragraphes. Nombre، عدد paragraphes، الفقرات. كنرجع لو تكست. كيفاش كندير نحدد لي باراغراف؟ لاحظوا معايا، إلا لاحظتوا كاينين، كاين السطر اللي كيبداو فيها هو،
وكاين هاد السطر هذا. داكوغ، دونك كاينين جوج، واحد اللي كنبدا منه الباراغراف كيكون يعني خارج شويه او داخل شويه، دونك باراغراف الاوليه باراغراف الثانيه صافي. دونك شحال عندي من لي باراغراف؟ دو باراغراف. مزيان. دونك دو لا سورس دو تيكست، يعني مصدر النص. مصدر النص شنو هو؟ لاحظوا معايا، في كيكون المصدر، في كيكون سورس دو تيكست، وهذا دونك هذا لوتور ياك، الكاتبه لورا فيليبس. منين واخداه؟ من لينيرجي دورابل اوربان، لينيرجي دو دوما. داكو، دابا ادابتي 2021، دونك ادابتي زعما يعني هذا يعني غيرات فيه شي حاجات. داكوغ، دونك غنعاود نكتب هاد السطر كامل. لينيرجي دورابل اوربان لينيرجي دو دومان. فوالا لوتور. دابا الكاتب شكون؟ هاي لورا الكاتبه فيليبس ولا فيليب. فوالا مزيان. دوزيام كاستيون فعليه دو بوان، قال لك كيلي لينيرجي اكسبلواتي باغ لي بانو سولير، شنو هما الطاقه، شنو هي الطاقه الاكسبلواتي يعني اللي كنستخرجوها من لي بانو سولير، هما الالواح الشمسيه. ديك اللي ديك الطاقه الشمسيه كوش لا بون ريبونس، واش لينيرجي ايوليان، لينيرجي سولير، او لينيرجي هيدروليك. نعرفوا الانواع ديال ثلاثه ديال لي زينيرجي ديال الطاقات. عندي طاقه ريحيه ايوليان جايه من اير، لينيرجي سولير طاقه شمسيه، انرجي هيدروليك طاقه مائيه. هيدغ من تسمع هاد الايد يعني من الماء. دونك لي بانو سولير، سولير الشمس، راه غادي تجي انرجي سولير. ما خصش يكون عندك شي ثقافه واعره باش تقدر تجاوب على هذا السؤال وتربح هاد جوج نقاطات. انت سولير سولير. مزيان. ثالثه كيسيون كوش لا بون ريبونس، دونك هنا يعطيوك ثلاثه ديال لي بروبوزيسيون، ثلاثه ديال الفرضيات ولا اقتراحات وانت جاوب. لي انفراستركتور دو لا فيل ايكولوجيك سون، البنيات التحتيه ديال المدينه الايكولوجيه هي، واش دي فونيتر ا دوبل فيتراج، دي ستاسيون دو كاربورون، دي توا سولير. كنرجع للنص كنتحقق من الاجوبه. دونك كيف ما قلنا البنيات التحتيه ديال المدن الايكولوجيه في النص، قالوا لنا انهم عندهم نوافذ ا دوبل فيتراج، يعني يعني نوافذ اللي مدوبل ليها لو فيتر ديالها، الزجاج ديالها. دي ستاسيون دو كاربورون ما جبدوهاش كاع في النص. دي توا سولير يعني اسطح شمسيه، يعني اللي كتخزن ليا الطاقه الشمسيه. ردوا البال المساله ديال لي بروبوزيسيون يقدروا يكونوا بثلاثه صحاحين او لا جوج صحاحين او لا وحده. اون باس. دونك لاحظوا معايا الاول الورقه كتشوف فيها هاد البلاصه هادي كتكون كحله، نو ريان ايكير دون سو كادر. ردوا البال هنا، ولو غير بالغلط ما دير لا شريطه، ما تسيني، ما تكتب سميتك، ما تعمل والو. ردوا البال، راه كتعتبر حاله غش. فوالا يلا هون باس. كاتريام اكزرسيس اولا كاتريام كيسيون، شنو قالوا لنا فيه؟ ريبون باغ فري او فو. مزيان، وما عطاوك جوج المعلومات، شوفوا دو بوين فابور غير خصكم تركزوا فيه. عندكم دو بوين، شوفوا شنو صحيح وشنو خطأ. لو شاربون ايت اون انرجي فوسيل. لو شاربون شنو هو؟ لو شاربون هو الفحم، هو الفاخر، واحد الطاقه حفريه، يعني شي حاجه اللي يعني فهمتوا بحال يعني الاصل ديالها هو مثلا الخشب، مي كنحرقوه كيرجع ليا فاخر. دونك انرجي فوسيل، دونك سي فري. لو بترول ايت اون انرجي رينوفلابل. البترول هو طاقه متجدده،
دونك شنو بالكم؟ لا، ماشي طاقة، ماشي شي حاجة اللي كنعاودو نستعملوها وكنستخرجو البترول، لا. دونك سيف. سانكيام كاسيون، كيل اي لو تيب دو سو تاك؟ شنو هو النوع ديال هاد النص؟ اونتور، لا بون ريبونس. ردو البال، اونتور يعني ماشي غنجي ونسطر، غنجي وغنعمل دائرة، غنحيط بالجواب الصحيح. دونك في نظركم هاد لو تيكست، هاد النص هذا، واش هو نغاتيف كيحكي، اكسبليكاتيف كيشرح، انجونكتيف يعني انجونكتيف ديجا شرحتها، يعني النص اللي كيقول لك شنو خصك تعمل شنو ما خصكش تعمل، داكوغ، كيعطيك دي 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 كيعطيك دي زوردر، كيعطيك اوامر، كيعطيك دي كونساي. دونك في نظركم سي ان تيكست اكسبليكاتيف كيشرح لنا بزاف ديال الحاجات. طبعا ما كيحكيش لي على شي قصه. دونك بروبوز ان تيتر او تيكست، اقترح عليا واحد عنوان مناسب اخر للنص. مثلا شنو نقدر نعمل؟ لي فيل ايكولوجيك، مثلا لي فيل ايكولوجيك. مزيان. Quels sont les avantages des villes écologiques؟ شنو هما الايجابيات ديال المدن الايكولوجيه؟ كاين في النص. اول حاجه كتقتصد لينا شنو؟ الماء. دونك ال ايكونوميز لو. كتستخرج لينا الطاقة الشمسية، اكس بالوات. هادشي كامل ما جايبهش من راسي، كلشي كاين في النص. لينيرجي سولير، صافي. وكتقلص ليا من شنو قلنا؟ من الانبعاثات الملوثة. ال غدوي les émissions polluantes. À ton avis, يعني بالرأي ديالك نتايا، pourquoi il faut réduire les émissions polluantes؟ علاش خاصنا نقلصو من الانبعاثات الملوثة؟ اول حاجة باش يعني ينقص هذاك المسألة ديال التصحر، داكوغ، باش مثلا نتجنبوا شنو؟ نتجنبوا التغيرات المناخيه، مثلا عاود باش نتجنبوا الامراض التنفسيه. دونك بور ايفيتي لي شانجمون، تقدر تعمل ليها جوج الحاجات ولا ثلاثه، تغيرات المناخيه كليماتيك، اي لي مالادي الامراض التنفسيه، ريسبيراتوار. فوالا. دونك اون باس لدوزيام دومين، اكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ، عليها 18 بوان، 18 نقطه. اول حاجه الليكسيك، الليكسيك كيكون فيه ثلاثه النقيطات، ثلاثه ديال الاسئله. مزيان. Donc, trouve dans le texte au jet finnas les antonymes des mots suivants. يعني عدادات، عدادات الكلمات التاليه. دونك تراديسيونيل، الا مشيتي للتكست وقلبتي غادي تلقى ان العكس ديالها هي انوفونت، حديثه او لا معاصره، حيت تراديسيونيل هي تقليديه. برودكسيون، برودكسيون انتاج، العكس ديالها استهلاك، كونسوماسيون. اجوتي، ضيف لو سوفيكس او لا لو بريفيكس كونفينابل، المناسب
أو للملائم pour obtenir للحصول على كلمات جديدة de nouveaux mots مزيان. responsable نقدر نقولو دابا شي واحد responsable مسؤول، إلا كان شي واحد ماشي مسؤول كنقولو irresponsable. consommer استهلك يعني المصدر ديالو يعني أو لو نون ديالو الاسم ديالو يعني الاستهلاك سي لا كونسوماسيون. دونك هنا زدنا لي سوفيكس لي بريفيكس. قالك سولين سطر لي لي مو الكلمات كي سو رابورت التي تنتمي او تام المجال ديالاش ديال الطاقة مزيان. لا بوفروتي الفقر ما عنده تعلقه بالطاقه. لي باتري البطاريات عنده علاقه حيت قال لك سولين. لو سيرك لا ليليكتريسيتي الضوء. لو طابلو لا. لو سبيكتاكل لا. سولير وي. لو بترول وي. داكوغ اون باس الغرامير. دونك لاحظوا معايا sous domaine 2 grammaire شحال عليها 6 points 7 نقاط. واخ souligne CCL et encadre CCM. واخ donc complément circonstanciel de lieu المكان. les chercheurs développent rapidement l'énergie renouvelable au Maroc في المغرب مكان سطر ها encadre احيط CCM complément circonstanciel de manière el kayfiya kifash. les chercheurs développent rapidement بزربة rapidement هاي غالبا CCM كيكون كيساليب انت عقلو عليها هاد مون هادي كاملة مزيان. deuxième question remplace le COD et le COI souligné par des pronoms. هاد اللي مسطر عليه خصنا نعوضوه ببرونو مزيان. ضمير لي باراج برودويز لينيرجي الكتريك. دونك انرجي الكتريك دونك انرجي سي نون فيمينين اسم مؤنث. دونك لي باراج لا برودويز. La produise. Voilà. D'accord. Deuxième phrase. L'ingénieur Mohandis montre la découverte à son collègue. Le collègue non féminin. Donc, l'ingénieur, donc, هذا العاقل, lui. Donc, l'ingénieur de ma personne lui montre la découverte. Voilà. troisième question transforme houlia cette phrase à la forme interrogative. Je sais interrogatif yani sous elle. La conférence sur l'énergie commence aujourd'hui. La conférence, elle a ديال الطاقة غتبدا اليوم. مثلا شنو نقدر نسول est-ce que نقدر نزيد غير est-ce que la conférence sur l'énergie commence aujourd'hui. Voilà. Quatrième question. Complète cette phrase avec l'adverbe de comparaison convenable. Atmim الجملة التالية بphrase جملة هاد الجملة هادي avec l'adverbe de comparaison ديال المقارنة. Les énergies renouvelables sont propres les énergies fossiles. Donc, les énergies renouvelables sont moins propres, moins propres que les énergies fossiles.
Quatrième question. Ou là, moins B. Complète par l'expression de cause. Expression de cause, dit le sebeb. هادشي كامل الحمد لله والشكر لله حطه في القناة هاد الدروس كاملين. Le gasoil est polluant, les usines produisent des voitures électriques. Donc, شنو هي l'expression de cause اللي كتكون في الأول؟ Comme, مثلا. أو لا, puisque. Puisque le gasoil est polluant, مادام أن الغازوال ملوث, فالمعامل كتصنع ليا سيارات ضوئية إلكتريك طاقية. مي سيت فراز على فورم نيجاتيف. فورم نيجاتيف. Je fais toujours mes recherches sur Internet. أنا كندير دائما الأبحاث ديالي على الأنترنت. Je ne fais jamais. حيت toujours العكس ديالها هي jamais. Toujours دائما jamais أبدا. Donc, je ne fais jamais mes recherches sur Internet. Réécris cette phrase à la voix passive. Réécris cette phrase à la voix passive. Donc, la voix passive. Les ingénieurs installent cette station éolienne. Bah, je vais le complément que j'ai au sujet. Donc, cette station éolienne. Donc, installe le passé. On va dire le passé composé. Et installé par les ingénieurs. Les changements, les théories. Transforme, houlia, cette phrase au discours indirect. Khitab ghair al-mubashir. Hada discours direct, khitab mubashir, qui connu fait deux points, entre guillemets. Dunia déclare à son papa, j'ai réussi le meilleur examen de ma vie. Donc, Dunia, qat al-babaha, an njeht f ahsan mtihan, zama f hayati. Donc, باش غادي نبدا دنيا déclare à son papa qu'elle a بأنها qu'elle a réussi le meilleur examen ماشي de ma vie de sa vie في حياتها. Mais on passe la conjugaison. J'ai allé à un point, 6 points. Donc, conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Chez au temps convenable, huma le zamen le munasib. Chif sou el loul, ma haddoulek chez zamen. Ou le kin atawak des indiques, zama mouachirat. Atawak, matalan, fil jumle loula. Atawak aujourd'hui. شنو هي aujourd'hui اليوم دونك شمن طون غنعمل الحاضر دونك aujourd'hui je fais une visite au barrage nous هيا شوفوا شنو هي المؤشر l'année prochaine السنه المقبله دونك شنو غيكون الفوتور دونك nous nous حيت هذا verb pronominal se concentrer nous nous concentrerons. On laisse le verbe tel qu'il est, on ajoute la terminaison de présent. Donc, le mois dernier, à Shahr, le mardi. Donc, c'est le passé. Donc, vous avez fini le reportage sur les fossiles. Monsieur. Justifie les verbes pardon, entre parenthèses au temps indiqué. Donc, on attaque le temps al-mushar ilayha. Attaque l'imparfait, attaque l'impératif ou attaque le conditionnel présent. Donc, Reda et Loubna, il avec S, l'imparfait se réjouissait. Se réjouissait. A-I-E-N-T. Ne. L'impératif, l'amr,
présent, deuxième personne plurielle, donc vous. Donc, ne jetez pas. هنايا في الكونديسيونيل بريزون سي لو سولي بريي اذا الشمس مثلا سطعت لي بانو سولير دونك il avec s produit ray في الكونديسيونيل produit a i e n t produit ray on passe l'orthographe شحال عليه l'orthographe 3 points réécris la phrase en commençant par l'ingénieur. عاود كتب ليا الجمله سير ليا الجمله غنبداها بالانجينيور. Les techniciens seront absents demain. غنبداها بالانجينيور. Donc l'ingénieur. Donc هنايا il avec s seront c'est le verbe faire. ياك في l'imparfait في الفوتور demain ياك. و الا كان il sera شوفوا absente فيها es donc l'ingénieur sera absent demain هنايا بلوريال ولكن مؤنث حيت تكنيسيان مي او بلوريال دونك هنا لو بلوريال عليها ان بوين ان كور سيركوي دي كور سيركوي دي كور سيركوي بجوجهم بأس لو بيجو لي بيجو بإكس لو فير ا روباسي لي فير ا روباسي دونك لي فير بأس لو فيرب ما كيتبدل فيه والو ا روباسي ان فيتري دي فيترو فوالا هادي راها إكس كومبليت افيك يا إما كيل كيل أو بيان كيل كيل إنرجي نو زافون لاسي أ نو زونفون أول حاجة بلوريال دونك ما غتكونش هادي غنشوفو واش كيل ولا كيل يعني واش مذكرة ولا مؤنث شنو دونك إنرجي شنو هي مؤنثة طاقة دونك كيل دوبل إل إو إس كاتخيام كيسيون كومبليت أفيك Voilà. Donc, il y a tout, tout ou bien tout. Les pays développés ont choisi les énergies propres. Donc, on dit un pays. Un pays, mais c'est un pays. Donc, le pays. Moudakkar. Donc, je ne sais pas ce que c'est. On va voir tout ou la tous. On a un pluriel, donc tous. Donc, tous les pays développés ont choisi les énergies propres. On passe la production de l'écrit. مزيان عليها 7 بوين اول دائما في التمرين الاول كيكون عليه 2 بوين كيكون عندك واحد النص بكلمات بالفراغات يلا عندي هذا غادي نجاوب عليها لي ريزيرف مونديال داكور دونك لي ريزيرف مونديال اون انرجي كوم لو كاربون انرجي شنو كيف عامله pardon en énergie fossile comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole risquent d'être épuisés dans le futur proche. Cependant, les énergies renouvelables sont inépuisables car elles se renouvellent. Ils se renouvellent tout le temps comme l'énergie éolienne qui produit l'électricité grâce à la force قوه ديال اش الريح الفون حيت قلنا الالكتريسيتي ها هي الانرجي ايوليان طاقه الريحيه داكور حاولوا ما امكن ما تضيعوش هاد جوج نقاط ركزوا مزيان في المعنى ديال الفقره غي اكري دونك هنا ان تيكست انجونكتيف عطاوك انك خصك تكتب لي النص تكست انجونكتيف اللي كيكونوا فيه الاوامر خاصك تعمل وما خاصكش تعمل اون سيت لين او موان
pour la revue de ton école dans laquelle tu conseilles tes amis, يعني غادي غتنصح صحابك d'utiliser باستعمال les énergies renouvelables الطاقات المتجددة dans leur vie quotidienne pour protéger l'environnement باش نحافظوا على البيئة et réduire la facture énergétique اننا نقلصوا من الفاتورة الطاقية. Respecte le plan suivant. Donc خص يكون عندك le titre العنوان, l'introduction المقدمة, le développement العرض, les conseils العرض كيكون شنو يكون فيه, les conseils النصائح, وطبعا غادي نختمو بالخاتمة la conclusion. Voilà, donc بهذا كنكونو سالينا هذا النموذج, كنتمنى من قبل تكونوا استفدتوا شوية. دونك بالتوفيق لكم جميعا, نتلاقاو في ديزون قبيلة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.